بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه وفي السنة مرة صورنا وبنستنى من انت واحنا نحسب لك ونوضب لك. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا فيديو جديد. النهارده باذن الله هنفرش كده مع بعض الشقه والمطبخ وهندي افكار كتيره جدا ليه ازاي ترتبي حاجة رمضان وتفرشي ازاي لرمضان، وهنعمل كده ركنة جميلة جدا جدا رمضانية، وهوريكم كده انا بفرش ازاي شقتي. ما تنسوش طبعا بقى لايك واشتراك، ويلا نشوف هنعمل ايه. انا اول حاجة بعملها بصراحة مفرش السفرة، ده عملته معاكو السنة اللي فاتت او قبلها مش فاكرة. كنا عاملينه من غير مسدس شمع ومن غير كمان خياطة، بطريقة بسيطة جدا بشوية الفازلين. ابتديت ان انا يعني الجزء الابيض ده انا وصلته في القماش الخيامية بشوية الفازلين زي ما قلتلكو، طبعا بيتكوي. وقصيت البراويز دي، البراويز دي برضو قصيتها من قماش الخيامية، وده كده بيكون شكله على سفرة رمضان. تعالوا بقى كده نروح للبوفيه ونشوف برضو زينته ازاي. برضو البراويز دي قصيتها من قماش الخيامية اللي هي على شكل مثلث من الاطراف، وكمان دي الطبق او الصينية اللي هي كانت مصدية وبيضة، صينية التحمير انا طبعا غلفتها كده وعملتها زي طبق للفواكه. وهنا كمان حطينا بقى الفانوس الكبير بتاعنا اللي كنا عاملينه من خوافض اللسان، والفانوس التاني اللي كان من برطمان. وبرضو حطيت قصيت برضو من قماش الخيامية دايرة كده، وكل الاطراف دي طبعا بنمشي عليها كده بالولاعة علشان خاطر ما تنسلش. ومعايا هنا شريط او فرع نور بيتجاب طبعا من الكهربائي، وبنحطه بقى حوالين البوفيه. انا حطاه كده يدي طبعا نور وشكل وبهجة وشكله حلو جدا. وده الفانوس بتاعنا، طبعا بنحط فيهم بقى من جوه اللي هي اللمبة الالكترونية دي او الشمعة الالكترونية علشان تدي اضاءة حلوة. كمان المراية بتاعت البوفيه انا حطيت عليها الزينة اللي احنا كنا برضو عملناها مع بعض من ورق الفوم ومن الجلاد الكراسات او الفايلات وكده القديمة يعني. لزقتها كده على المراية، طبعا شكلها حلو مدية بقى عكس الناحية التانية في المراية برضو شكل الزينة، فمدية شكل حلو جدا جدا. وكمان برضو فرع نور كده على المراية من فوق، فشكلها مدية كده بهجة حلو جدا، طبعا مع الجزء اللي تحت اللي حطينا فيه الفانوس الكبير، فشكل البوفيه كده بقى شكله حلو قوي. تعالوا بقى نشوف ممكن ازاي نعمل ركنة بسيطة حلوة كده وشكلها حلو في اي جزء مثلا فاضي عندك في الريسبشن، او يعني عندك في مطرح يعني ما بتقعدوا كده. انا عندي الجنب ده فاضي كده، فجبت كرسي وحطيت عليه برضو من قماش الخيامية، حطيت عليه قماش كده بالجنب كده يعني رميته عليه بالشكل ده. ودي طبعا ترابيزة برضو قصيت دايرة من المفرش بتاع قماش الخيامية، حطيت بقى الفوانيس اللي كنا عملناها مع بعض، الفانوس الاسود ده على شكل جامع، ووفقت معاه طبعا الشوال الصغنن ده اللي كنا حاطين عملناه برضو مع بعض وحطينا فيه تمر او بلح، وكمان الفانوس الذهبي ده، كل الحاجات كده لايقه مع بعض، ترابيزه ذهبي وفانوس ذهبي مع الاسود، يعني حاولي توفقي الالوان وتختاريها كده كلها ماشيه مع بعضها. ودي كده اول فكره لركنه بسيطه جدا جدا عملناها. ممكن برضو تعملي حاجة زي كده ركنة برضو بسيطة بس دي من غير كرسي، ده كنا عاملين برضو مع بعض بس السنة اللي فاتت، التمر جار عملناه كده من برطمان بالشكل ده. طبعا الفانوس اللي اتشهر جدا جدا اللي عملناه شبه فانوس ايكيا، عملناه من شكرتون او اللحم، لزق اللحم بتاع الكهرباء ده كده، حطيته طبعا على الصينية مع زرعة. الصينية دي برضو كنا عملناها من طبق حلويات، حطينا عليه برضو من قماش الخيامية، ورشينا الاطراف بتاعته سبراي كده ذهبي، وطبعا كله كده ماشي ولايق مع بعضه. وده الفانوس حطيت جواه الشمعة الالكترونية، الفانوس ده بحبه جدا جدا بصراحة، وكمان عجبكو قوي وعملته منه كتير وبعتولي اللي لسه معملش يلا يعمله ويشوف الفيديو بتاعه. تعالوا نشوف المطبخ بقى ازاي هزينه، طبعا طلبتوا مني كتير ازاي هتزيني مطبخك. انا كنت عامله معاكم برضو السنه اللي فاتت الزينه دي من قماش الخيامية اللي هو المشمع، عملنا مثلثات كده وربطناها مع بعضها او لزقناها في خيط تخين شويه دوباره كده، يعني هي فكرتها بسيطه جدا جدا وسهله.
طبعا لو عايزين برضو تشوفوا الفيديو هتلاقوه، هسيبه لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف ان شاء الله. انا طبعا علقته كده فوق، طبعا طلعت فوق بقى كده ونضفت فوق المطبخ كويس جدا جدا. بعد كده ركبته، هاجي بقى على الرخامة بتاعتي، وكنت شارية برضو قماش خامية بس مشمع بالشكل ده، هفرشه على الرخامة. يعني طبعا طبعا المفرش ده مش هيكون مفروش طول اليوم، يعني ده بعد ما نشطب كده المطبخ بتاعنا، ويبقى ده اخر حاجة كده برضو بيدي شكل كده في المطبخ الخيامية. طبعا الحاجات دي كنا عملناها مع بعض، عملنا ده من علبة ايس كريم، وعملنا كمان الفانوس الموف ده، وكنا كل الحاجات دي عملناها مع بعض، حتى الحامل بتاع المعالق والشوك والسكاكين بحبه برضو جدا، بيلملي كل حاجة، فهحطه كده على الرخامة بالشكل ده. وكمان التلاجة مش هننساها، مثلثات صغيرة كده من اللي اتبقى مطرح القص من المثلثات الكبيرة، ابتديت ان انا برضو لزقتهم في بعض بخيط كده بالشكل ده وعلقتها على التلاجة. وكمان الايدين بتاعة التلاجة برضو القماش اللي اتبقى من المشمع الخيامية عملتها كده برضو على الايدين. انا دايما بحب احط فوطة على الايد بتاعت التلاجة علشان ما تتوسخش معايا، فاستبدلتها بقى برضو قماش الخيامية ده بنفس الشكل ونفس الطريقة بالظبط، لفته حواليها بقى شكل التلاجة كده، شكلها حلو جدا ومبهج. بس انا صراحة مش بحب اغلفها من جوه ولا زينها من جوه، بحس انها مش عملية قوي يعني. كمان باب المطبخ برضو عملت فيه نفس المثلثات بس على برضو حجم صغير، علقته كده بالشكل ده، يعني شريط رفيع كده خالص. كل الحاجات دي بتكون بواقي بقت مثلا معايا مطرح ما انا قصيته كده، فعملت منها مثلثات وزوقت بيها المطبخ بتاعي بالشكل ده. هنا بقى لقيت عندي حيطة فاضية كده، حبيت ان انا استغلها وازوقها برضو هي كمان، وكان كنت جايبة برضو من مفرش الخيامية ده البرواز ده بالشكل ده، مرسوم عليه كده بقى رسومات بتاعة الشخصيات ومكتوب فوق رمضان كريم، فعجبني جدا، حسيت ان هو يعني هيكون احلى من ان هو مفرش، هيكون حلو يعني لو اتعلق على حيطة. فجبت كده من ورا ولزقت عليه دبل فيس، لزق دبل فيس، وروحت مثبتاه على الحيطة بالشكل ده. وكمان جبت فرع نور عندي وروحت مركباه عليه، فحسيت ان هو اداله كده شكل كمان احلى مكان سادة كده من غير فرع النور، ادى شكل كده برضو في الريسبشن وشكله حلو جدا، والحيطة كانت فاضية خالص فشكلها اتغير تماما. نيجي بقى للترابيزة العسولة دي، الترابيزة بتاعت الريسبشن نفسه برضو استغلتها، فرشت عليها مفرش كده من قماش الخيامية، وحطيت بقى كل الحاجات اللي انا عملتها معاكم، العربية بتاعت الفول والشمع ده برضو كنت عاملاه معاكم وريتهولكوا، كنت عاملاه يعني بصراحة مش معاكم بس وريتهولكوا برضو قبل كده، شغلته. وكمان الفانوس اللي هو الاسود ده شكله برضو شيك قوي، والفانوس برضو اللي عملناه من الخيط الخيش، حطيت كل ده جنب بعضه وحطيته على الترابيزة. وكمان زرعة بقى كده عشان تكمل الشياكة وتكمل شكل الترابيزة الحلو، الفانوس حاطه فيه الفرع اللي هو بتاع النور اللي بيشتغل بالحجاره، سالتوني عليه قبل كده كتير، كنت جايباه من المكتبه، سعره 20 جنيه، مش غالي خالص. وكمان الشمعة الالكترونيه دي برضو من المكتبه او من عند الكهربائي، سعرها برضو 10 جنيه. كده عملنا حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين على الترابيزه بتاعه الريسبشن، شكلها اتغير خالص وادت بهجه كده وشكل جميل، والعربيه بتاعه الفوله هي اللي كنا عاملينها مع بعضينا. كل الحاجات دي ان شاء الله هسيبها لكم لو حابين تشوفوها من اول وجديد تاني، لو عايزين تنفذوا منها حاجه او تعملوا منها حاجه. بعد كده برضو مش هننسى باب الشقه وهنزينه، انا كنت عملت معاكم التعليقه دي من الغطيان بتاعه البرطمانات القديمه او الفاضيه، وعملت بيها التعليقه دي كده، علقتها على باب الشقه عندي. وكنت عامله حاجه برضو السنه اللي فاتت، البرواز ده كنت قصاه برضو من قماش الخيامية ولزقاه على الكرتون وعلقته برضو على باب الشقة. بصراحة محتارة مش عارفة احط انهي، بس بقول احط اللي هو بتاع الغطيان على اساس ان هو جديد عاملاه السنة دي. كمان طلعت البرواز ده كنت برضو عاملاه السنة اللي فاتت وشايلاه، كنت عاملاه من طبق حلويات كده، برضو قصيته، قصيت القماش يعني ولزقته على الطبق ده، وابتديت ان انا اعلقه كده على الحيطه، كان شكله تحفه جدا جدا، مدي كده برضو شكل حلو وبهجه جميله جدا، فانا طلعته وعلقته برضو على الحيطه السنه دي. وبكده اكون زينت الشقه بتاعتي ووريتكم انا هعمل ايه او انا عملت ايه فعلا بالفعل، وزينت ازاي الريسبشن وعملت ازاي كذا ركنه كده حلوه رمضانيه، وكمان المطبخ برده زينته ازاي.
الصراحة مش بحب احط اي حاجة على البوتاجاز علشان برضو دي مفارش وممكن تسيح او يحصل لها حاجة، فانا بكتفي ان انا بزين التلاجة وبزين بس المطبخ من فوق. وديتكم افكار كده سهلة وبسيطة، والحاجات دي كلها كنا عاملينها مع بعض في القناة لو حابين ترجعوا لها. ما تنسوش بقى لايك على الفيديو واشتراك لو كنت اول مرة تشوفيني، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل اللي بقدمه بعد كده. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد قريب جدا. مع السلامة.